بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر الصحفي حول مشاركة مطالبتنا بمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في إدارة مؤسسات البلد ومراكز القرار. بعدما كان العراق رائدا في هذا المجال، في مجال مشاركة المرأة والاهتمام بحقوق المرأة، هناك نجد تراجعا في ذلك، وخاصة إحنا أمامنا وراء 30/6 وفقا للقانون الموازنة تثبيت الدرجات الخاصة، لأن أكثر الدرجات الخاصة تدير في الوقت حاليا وكالة. فلهذا طلبت عن طريق رسالة من السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بأن يضمن نسبة ما لا يقل من 25% من هذه الدرجات الخاصة للمرأة لكي يضمن مشاركتها في إدارة مؤسسات البلد. ونص البيان: بعد أن كان العراق سباقاً ورائداً ومثالاً يحتذى به في مستوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الإدارات والمناصب، وبغية أن لا يتكرر المشهد الإقصائي الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة ضد المرأة والذي عليه من الأمثلة الواضحة والشواهد المؤكدة الكثير، مثل خلو الكابينة الوزارية من أي منصب وزاري للمرأة، وكذلك وجود امرأتين فقط على رأس السفارات العراقية من أصل 76 سفارة، وعدم وجود ولا امرأة واحدة تشغل منصب رئيس جامعة، وكذلك وجود 6 نساء فقط في مجلس القضاء الأعلى من أصل 48. وهذا المثال الأخير مؤسف جداً لتعلقه بموضوع العدل بالذات، بعد أن كان أول وزير للعدل في المنطقة الإقليمية والعالم العربي امرأة عراقية هي المغفور لها الدكتورة نزيهة الدليمي، وكذلك كانت أول قاضية على مستوى الجوار والدول العربية أيضاً امرأة كردية وهي العراقية السيدة الفاضلة زكية إسماعيل حقي قبل أكثر من نصف قرن، وكذلك أول محامية هي العراقية رائدة النهضة النسوية الراحلة صبيحة الشيخ داود. وبناء على ما تقدم واستنادا إلى الدستور وإشارة إلى المادة 58 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ونظرا لقرب انتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة آنفا الخاصة بإنهاء إدارة المؤسسات الدولة بالوكالة والتي تنتهي بنهاية شهر حزيران الحالي، ندعو مجلس الوزراء الموقر إلى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن 25% في إدارة مؤسسات الدولة، ضماناً لحق المرأة في المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة، وتأكيداً للدور القيادي والريادي للمرأة على كل المستويات. شكراً جزيلاً.